شاء الله انت عندك 3 بنات وهو وميدو عنده 3 ولاد. اللي مخلف ولاد يقول لك لا تربيه الولاد اصعب حاجه في بلدنا دي. وفي حد لا دايما طول الوقت خايف على بناته مين اللي هيتجوزه، ما اعرفش مين اللي بيبقى شايل هم اكتر. اللي انت شايف خلفه البنات. بص حاجه، احنا بيتنا كان بيت ذكوري، يعني انا واخويا ولاد عماتي خلاني، كنا دايما ولاد مع بعض، يعني مخلفين ولاد، قليل قوي كان بنات في العيله عندنا يعني. فدايما متعود على المعامله اللي هو ايه، كل واحد لوحده في الاوضه. لما بيكبر شويه متخانق انا واخويا على طول، ما اخش مساء الخير وامشي، اخش اوضتي، اجي من السفر امي ما تيجي تحضني، اللي هو عارفه اللي هو اعمل كده وامشي، مش اللي هو مفيش. ودلوقتي تتمنى ان انت مفيش عواطف كده اللي هو يعني وحشتي يعني عارفه لما تطلبي في التليفون ايه الاخبار، يقول لك وحشتي، وحشتنا مثلا اهلا. فاهمه كلنا كده يعني، الاولاد بيبقوا دايما طف شويه. لما خلفت الرائعه دكتوره ماجي الحلواني، انا اخويا جاب 3 بنات وانا عندي 3 بنات. امي يعني كانت واحنا صغار واحنا ولاد تقول لي انا نفسي ابقى عندي واحده، نفسي اخلف بنت، ربنا جاب لها 6 احفاد بنات. ما شاء الله. البنات مختلفين عنك. مختلفين جدا بقى، يعني انا حسيت ان انا فعلا يعني تعبت اهلي والدي ووالدتي في الموضوع ده. يعني انا باجي من السفر، يعني بسافر كتير مثلا، كل ما اجي من السفر الاقي بقى واحده متشعلقه على رقبتي، واحده على كتفي، واحده على حاجه، وخناقه مين هيقعد جنبي في الاكل لغايه يعني على طول. تكلميها في تليفون تحس على طول ان هي وحشتني. انت في حاجه جديده في الدنيا ما وردتش عليك وانت ولاد. حسيت فعلا ان انا امي تحديدا، يعني برضه ابويا يعني زينا، امي تحديدا عانت معانا واحنا صغيرين ان احنا طف. يعني هو مش زيكم يا حازم، هو لا يعني ابويا عملي برضه يعني. لا ابوك هتلاقيه ما كانش بيبين يعني. طبعا، بس انا قصدي ايه، يعني مش هياخد باله من الحاجات دي او مش مركز قوي في الموضوع، لكن الست تاخد بالها اكتر يعني. فحسيت فعلا ان احنا المعامله او بنت لا بتدلع ابوها وتحب تقعد معاك وتقعد جنبك. ويعني انا مثلا من احلى مثلا نيجي نسافر مثلا تحديدا السفر بيبقى انا وبناتي او انا والعيله بنقعد اكتر مع بعض يعني. فمثلا ادريا تاخد زي هيا مثلا وانا اخد بنتين تاني، كل واحد يتمشى بيهم شويه، ببقى مستمتع جدا بالحوار يعني، بيبقى القعده لذيذه جدا. مش مع بعض احنا الخمسه؟ لا بيبقى كل واحد بقى ليه اهتماماته وبتاع.